مثل هذا الشهر في سنة قد خلت اكتظت هذه الأماكن بالمنتفضين من نادوا حينها موطني، أعادوها ثانية ليؤكدوا شيئا واحدا، إنها ثورة بحجم الوطن. من كانوا ركنها الأساس وأحد أهم أعمدتها يرفعون الصوت عاليا، ثورة تشرين أعظم مدرسة وأكبر أكاديمية لمن أراد إلى الحرية سبيلا. الطلاب جددوا عهدهم وأكملوا مسيرتهم، أكيد طبعا إن شاء الله مستمرة، والدليل إنه إحنا صارنا سنة كاملة من ذيك السنة يوم 1/10، هسه نعيد الذكرى وإن شاء الله مطين الحكومة مولا 25 يوم، من 25/10 حيكون الرجعات أكيد صارمة بعد، لأن سنة واحدة ما فادت يا ما حد في لا سنتين ولا ثلاث. في بغداد حيث شهد أول يوم في شهر تشرين الأول تصعيدا سلميا وتظاهرات عارمة، كان الطلاب العنصر المؤثر فيها مؤكدين أن ثورة تشرين صنعت تاريخا جديدا للعراق. أثبتنا أن الشعب العراقي، شعب العراقي ما ميت، شعب العراقي عنده غيره، شعب واعي، شعب يطلع ضد الظلام. ما أنجزته الثورة حتى الآن هو تصويب البوصلة الوطنية وإزالة أولى عقبات الفساد، وفتح الطريق نحو الخلاص المنشود الذي لم يعد هناك شيء يحول بينه وبين الشعب. الثورة حققت الكثير للعراق، مثلا أولا استطاعت الثورة هي إسقاط عدد من المسؤولين والأحزاب وفضحهم أمام الشعب العراقي. مثلا الثورة هي خلصت الشعب العراقي من عادل عبد المهدي اللي هو أصلا فاسد من البداية، وجابت الحكومة حطت علينا رغم عنا. ملتحقون جدد وآخرون تركوا رسالتهم بعد استشهادهم، وسائرون على طريق جراحهم في قافلة وطنية أولها في البصرة وآخرها في الموصل.